شراء الحسين يستمد المؤمنون العزيمة لمواصلة طريق الحسين. فالحسين هو المنبع وهو المصب أيضا، منه يبتدئ المؤمنون وإليه ينتهون. لقد حاول بنو أمية أن يحول القرآن من كتاب قيم ومثل وعبر إلى مجرد كتاب للتاريخ، وأن يحولوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قدوة إيمان وخير وصلاح إلى نبي أمة قد خلت ولا تعود، وأن يحول الإسلام من دين يمس الجوهر إلى مجرد مظاهر وشعارات. لكن الحسين تصدى لهم، فكشف عن زيفهم وكذبهم، وبقي القرآن بفضل ثورة الحسين كتاب سنن الله، وبقي النبي حامل رسالة الله، وبقي الإسلام دين الله. ولولا الحسين تحول الإسلام إلى مجرد مظهر خاليا من الجوهر. عاشوراء باب ظاهره الرحمة للمؤمنين وباطنه العذاب لأعدائهم. الحسين آثر آخرته على دنياه، وأعداؤه آثروا دنياهم على آخرتهم، فكان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سوق ربح فيه قوم وخسر آخرون. عاشوراء ثورة حق لا تنتهي، وراية عدل لا تنتكس، ورسالة إيمان لا تبيد. من دروس ثورة الحسين ألا تهرب من مسؤولية رفض الظلم، ولا مداهنة مع الطغاة، ولا تهاون في إقامة حكم الله في الأرض.